أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة كتاب شرح غاية السبل للإمام جمال الدين بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازال الكلام في قوادح القياس، الأسئلة الواردة على القياس، وفرغنا من قادح القلب وهو الثامن، وبلغنا القادح التاسع في صفحة 414 عند قوله التاسع من الأسئلة الواردة عليه المعارضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: التاسع من الأسئلة الواردة عليه المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهما، إما ما ذكره المستدل أو ما ذكره المعترض أو لهما وهو أظهر، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاؤه لسببين، ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، وإلا أي إن لم يحترز عنه وأهمله ورد معارضة، ولا يكفي المستدل في دفعها أي المعارضة إلا ببيان استقلال وصفه الذي ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علته بنص أو إيماء ونحوه، أو بإلغاء وصف المعترض كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق. أحسنت. قال التاسع من الأسئلة أي من الاعتراضات القوادح الواردة عليه أي على القياس المعارضة، وهي من أشهر القوادح الواردة على القياس وعلى غير القياس، لأن معنى المعارضة أن يقيم المستدل دليلاً على خلاف ما اقتضاه دليل خصمه، أن يقيم المستدل دليلاً على خلاف ما اقتضاه دليل خصمه، هذا المعارضة بمعناه العام، فيقابل الحديث الذي استدل به بحديث آخر، ويقابل الاستدلال مثلاً بآية الاستدلال بآية أخرى، ويقابل قياسه بقياس، وهكذا، هذا في معناها العام. وهنا نقول الاستدلال بقياس يخالف ما اقتضاه قياس الخصم، يعني تغيير كلمة دليل التي هي عامة إلى كلمة قياس التي هي خاصة. فالمعارضة إذن هي الاستدلال بقياس يخالف ما اقتضاه قياس الخصم، يعارض قياسه بقياس، فلهذا سمي معارضة. وسبق أن قلنا إن القلب القادح الذي قبله قادح القلب هو في الحقيقة معارضة، لكنها معارضة خاصة، لأن الفرق بينهما أن القلب القادح القلب الأصل يبقى هو هو، والوصف الجامع العلة تبقى كما هي في قادح القلب، إذن المعترض يستبقي الأصل المقيس عليه والعلة الجامعة، وأما في قادح المعارضة فالأصل مختلف والعلة مختلفة، يعني المعترض يأتي بقياس جديد، لهذا يتغير الأصل والمقيس عليه، ولا بد أن يتغير الحكم، لأن مقتضى القدح في قياس الخصم أن يتغير الحكم لأنه محل النزاع،
قال: وهي إما في الأصل ثم سوف يذكر بعد ذلك، وإما في الفرع. كأنه يقول إن القادح المعارضة قسمان، إما معارضة في الأصل المقيس عليه، وإما معارضة في الفرع المقيس الذي هو محل النزاع. قال: وهي إما في الأصل ببيان وصف غير وصف المستدل يقتضي الحكم فيحتمل النتيجة، يعني فينتج من هذا فيحتمل ثبوته أي الحكم لأحدهما أي الوصفين العلتين، إما ما ذكره، هذا تفصيل لكلمة أحدهما، إما ما ذكره المستدل وإما ما ذكره المعترض أو لهما، هذا الاحتمال الثالث، صار ثلاث احتمالات، أو لهما. ثم قال: وهو أظهر، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، هذا الأصل في مرجع الضمير. فقوله وهو أي احتمال أن يكون لهما معا، يعني ثبوت الحكم للوصفين معا. ثم علله، لأن قائلا يقول: لما لا يكون الحكم ثابتا بعلة المستدل أو علة المعترض، لما كان ثبوته بهما بالوصفين معا هو الأرجح؟ قال: إذ المألوف، إذ أصلح الخطأ في المطبوع، بدل إذا تصير إذ التعليلية، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، لأن العلل حكم ومعاني وأسرار يثبت الأحكام عندها، ومن ثم فالمعهود من الشارع أنه يحقق كل المصالح لا بعضها. قال، يعني أراد التنظير فقط، قال: كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاؤه للسببين أو لسببين، ولو كان بالتعريف تكون أفضل، وأظن في الهام الستة مكتوب ماذا؟ للسببين، وهو أحسن، فتكون العهدية، يعني للسببين المعهودين، المعهود ذكرهما وهو الفقر والقرابة، يعني من تصدق على فقير قريب له كأخ يغلب على ظن الرائي أنه ما أعطاه لأحد للفقر فقط أو للقرابة فقط، وإنما أعطاه لفقره وقرابته معا. قال: كذلك نقول هنا إن الحكم يثبت للوصفين. مثال القادح في الوصف: مسألة المرتدة هل تقتل أو لا، المرأة المرتدة مسألة وقع فيها نزاع مشهور، فإذا قال حنبلي مثلا أو مالكي أو شافعي، لو قال المرتدة بدلت دينها فيجب قتلها قياسا على الرجل، هذا قياس، بدلت دينها فيجب قتلها قياسا على الرجل، يعني قياسا على الرجل المرتد. فيقول المعترض الحنفي، يقول: تبديل الدين لا يتعين موجبا للحكم مقتضيا له، بل هناك معنى آخر في الرجل المرتد أوجب قتله، وهو الجناية على المسلمين بتنقيص عددهم وتكثير عدوهم، لأن الرجل هو القادر على الحرب والنكاية بالعدو بخلاف المرأة. وربما كان حينئذ، يعني ينتج ماذا؟ يجوز أن تكون العلة هو ما ذكرته أنت، وهو تبديل الدين، يعني يجوز أن تكون علة قتل الرجل هو تبديل الدين وهو ما ذكرته، ويجوز أن يكون ما ذكرته أنا وهو الجناية على المسلمين، ويجوز أن يكون الأمران جميعا. طيب، والنتيجة كيف يكون قادحا إذا جاز الأمران وهو أظهر؟ يعني سوف يقول: ويجوز الأمران جميعا وهو أظهر.
لأن في كل مصالح للشرع. يعني ينتج من هذا أنه لا يتعين أن يكون تبديل الدين وحده هو المستوجب للحكم فيبطل قياسك، لأن ما ثبت لعلتين معا ما يثبت بأحدهما، لا بد منهما معا، هكذا كأنه يقول. ثم قال: ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه. ويلزم يعني يجب على المستدل أن يحذف الوصف الذي يتوقع من خصمه المعترض عليه، يعني المناظر له في المسألة، يتوقع أنه سوف يعترض عليه به فيحذفه عند الاستدلال قبل أن يسمعه من المعترض، هذا معنى المسألة. ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله، يعني بأن يذكره، ينص عليه في دليله على الأصح، يعني على الأصح في المذهب، وهو قول أكثر الجدليين، أكثر أهل البحث والمناظرة. لما كان هذا مذهبهم؟ قالوا: لأنه يدفع انتشار الكلام، لأنه لو لم يحترز من أول الأمر سوف يذكره في الاعتراض فيطول الكلام وينتشر، هكذا قيل. والمذهب الثاني أنه لا يلزمه، لا يجب عليه، إنما يجوز، فلو تركه فليس عليه شيء، يعني لم يخل بقانون المناظرة حينئذ. ولما؟ لأن الدليل يتم بدونه، المطلوب من المستدل، وظيفة المستدل في المناظرة هو الاستدلال على الدعوة، والدعوة تتم بدليله خال عن الاحتراز عما يمكن أن يعترض به خصمه عليه، فقد أدى وظيفته الواجبة عليه وهو الاستدلال على الدعوة التي هي محل النزاع. ثم إن اعتراض الخصم، اعتراض الخصم على وصف بطريق المعارضة لا يعد انتشارا للكلام، بل هو نزاع في محل نزاع، يعني ليس كلاما أجنبيا عن المسألة خارجا عن فقهها، بل هو كلام في صلبها، فليذكر المعترض ذلك الاعتراض ثم يجيب عنه المستدل، ولا انتشار في الكلام، إذ الكلام لا زال محصورا في المسألة. قال: وإلا ورد معارضة. وإلا ما معناه وإلا؟ أي وإن لم يحترز المستدل عن الوصف الذي يمكن أن يعترض به عليه خصمه وأهمل ذكره، ورد معارضة، ورد هذا الوصف معارضة، ولا يضر حينئذ، ولهذا ذكروا المعارضة، لهذا ذكروا المعارضة من هذا الباب. مثاله، مثال احتراز، لو قال الحنبلي في صحة أمان العبد، يعني العبد هل له أن يؤمن أحدا من غير المسلمين كما يؤمن الأحرار؟ مسألة محل خلاف. فلو قال حنبلي مثلا: العبد مسلم مكلف قادر على النظر في مصالح المسلمين فيصح أمانه قياسا على الحر. إذا مسلم مكلف قادر على النظر في المصالح فيصح أمانه قياسا على الحر، أين الاحتراز؟ كلمة قادر على النظر في مصالح المسلمين، فإن هذا الوصف ما أتى به المستدل إلا للاحتراز، لأنه يتوقع أن المعترض سوف يدخل عليه من هذه الجملة بأن يقول مثلا: الفرق بين العبد والحر
أن الحر خالي البال فيستطيع النظر في مصالح الناس، وأما العبد فهو مشغول البال بخدمة سيده، فهذا يشغله عن النظر في مصالح المسلمين، ومن ثم فلا معنى لتصحيح أمانه. واضح؟ قال: ولا يكفي المستدل في دفعها، أي المعارضة بالكسر على البدلي، إلا ببيان استقلال وصفه الذي ذكره بثبوت الحكم. ولا يكفي المستدل في دفعها، يعني في الجواب عنها أي عن المعارضة، إلا ببيان استقلال وصفه الذي ذكره، يعني استقلاله بأن الحكم يثبت به وحده من غير ضميمة شيء آخر، لا على سبيل الجزئية ولا الكلية، يعني فقط الوصف الذي ذكره المستدل يصلح وحده لإثبات الحكم. ثم فسره فقال: إما بثبوت علته بنص أو إيماء ونحوه. هذا الآن الجواب، كيف يجيب على الاعتراض بالمعارضة؟ فقال: أن يبين أن العلة التي ذكرها في قياسه تستقل بإثبات الحكم وحدها، إذا وجدت وجد الحكم معها. وكيف تثبت؟ قال: بنص أو إيماء ونحوه، يعني يصحح العلة، يقويها بالنص، بأن يقول مثلاً الحنبلي، مثلاً يقول الحنبلي في الاستدلال على مسألة المرتدة: العلة التي ذكرتها في قياسي في قولي بدلت دينها، هذا هو العلة، ثبتت بالنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. واضح؟ هذا الآن قوى العلة، فيكون كالجواب، فيكون جواباً، كأنه يقول: إذا ثبت بالنص أنها العلة ثبت الحكم عند ثبوت العلة، وهذا قد ثبتت فيها العلة في تلك المرأة التي ارتدت، هي بدلت دينها. قال: أو إيماء. فلو قال شافعي مثلاً في مسألة الخضروات والفواكه هل تجب فيها الزكاة، لو قال: مطعومة فيجري فيها الربا قياساً على البر، إذن يجري الربا في الخضروات والفواكه قياساً على البر، والعلة كونها مطعومة، أي يعني طعام آدمي، طعام يأكله الآدمي. فيقول المعترض كالحنبلي مثلاً، يقول: المعنى في الأصل، المعنى في الأصل وهو البر هو كونه مكيلاً، وحينئذ فالعلة إما ما ذكرته وهو الطعم، أو ما ذكرته أنا وهو الكيل، أو هما معا، بأن يكون العلة الربا في المقيس عليه هو كونه مطعوما مكيلا، وهذا الأخير أظهر. وإذا كان كذلك فلا يستقل الطعم وحده بإثبات الحكم وهو جريان الربا، والخضروات والفواكه لا تباع كيلا، هي مطعومة لكنها لا تباع كيلا. فما يقول المستدل في الجواب ماذا يقول؟ يقول: علتي وهي الطعم قد ثبتت بالإيماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله الطعام فيه إشعار بأن العلة التي لأجلها وجب التساوي وحرم التفاضل هو كونه مطعوما، هو الطعم. قال: ونحوه، يعني مما سبق في الطرق المثبتة للعلية، يعني كالدوران والمناسبة وغير ذلك من الطرق التي تثبت بها العلة. إذن هذا الجواب الأول، أن يبين أن العلة التي ذكرها في قياسه تستقل بإثبات الحكم،
فلا يحتاج إلى غيرها ولا يصح غيرها. قال: أو بإلغاء، هذا الثاني، أو بإلغاء وصف المعترض، لأن المعترض كما سبق معنا أن المعارضة إقامة قياس، قياس جديد على على نقيض حكم المستدل، فتضمن اعتراض المعترض وصفاً علة كما مر معنا في الأمثلة السابقة. فيأتي المعترض المستدل فماذا يفعل؟ يلغي الوصف الذي اعترض به، يقول: ما ذكرته لاغ، لا اعتبار به، لم يلتفت إليه الشارع، كما لم يلتفت إلى الذكورية في جنس أحكام العتق. قوله كإلغاء يعني هذا تنظير، يعني مثاله يعني هو نظير إلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق. ففي أحكام العتق لا اعتبار للذكور والأنوثة. فلو قال المستدل مثلا: يسري العتق في الأمة التي عتق بعضها فتقوم على الذي اعتقها إذا كان مسرا، فتسير حرة كلها، ويدفع لشريكه قسمه نصيبه من هذه الأمة. فيقول المستدل: يسري العتق في الأمة المعتق بعضها فتقوم على الذي اعتقها إذا كان موسرا، قياسا على العبد الذي عتق بعضه. فيقول المعترض: في العبد معنى، يعني في المقيس عليه الذي هو العبد الرقيق الذكر، فيه معنى يصلح أن يكون علة السراية، سراية الحرية، وهو أنه إذا كملت حريته صلح لتولي الأمور العامة والخاصة، بخلاف المرأة، فإن المرأة تلزم بيتها، وحينئذ يجوز أن يكون هذا هو المعنى، ومن ثم يفترق الأصل عن الفرع، فلا يصح الإلحاق، ما يصح القياس. فماذا يقول المستدل جواباً؟ يقول: وصف الذكورة والأنوثة لا مدخل له في أحكام العتق، لأنه وصف طردي غير مؤثر في الأحكام، فما عهدنا أن الشارع التفت إلى الذكورة والأنوثة في باب عتق العبيد والإماء، ومن ثم يكون طردياً غير مؤثر. فما ذكرته من الوصف وهو أنه يصلح لتولي الأمور العامة والخاصة وصف ملغى لا اعتبار له. قال: وأما في الفرع، ما قرأت هذا؟ تفضل يا محمد، جزاك الله خير. قال رحمه الله: وأما في الفرع بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم إما بنص أو إجماع فيه، فيكون ما ذكره فاسد الاعتبار، وإما بإبداء مانع للحكم أو لسببه، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة، وإن منع السبب فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل، لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة، ومجرد احتمال الحكمة، فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد له، وإن لم يبقى لم يحتج إلى أصل، إذ ثبوت الحكم به تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها. أحسنت. هذا هو القسم الثاني من قسمي قادح المعارضة، وهو أن يقع الاعتراض على الفرع، تقع المعارضة على الفرع. قال: وأما في الفرع بذكره، أي المعترض، يعني بأن يذكر المعترض، هذا تأويل كلامه،
بأن يذكر المعترض ما يمتنع إلى آخره، بذكره أي بذكر المعترض ما يمتنع معه ثبوت الحكم، يعني الحكم الذي يدعيه المستدل الذي هو محل النزاع، إما بنص أو إجماع فيه. إذن في الفاء يعترض كيف؟ يعني يذكر المعترض شيئاً يمنع من ثبوت الحكم المدعى الذي يدعيه المستدل، ومن ثم يبطل القياس. إما بنص أو إجماع فيه، أي في محل النزاع، أي في الحكم الذي يدعيه المستدل. قال فيكون بفاء النتيجة، يعني فينتج من هذا فيكون ما ذكره أي المستدل فاسد الاعتبار. فهذا في الحقيقة كما ذكر المصنف يرجع إلى قادح فساد الاعتبار، وهو في الحقيقة معارضة، يعني فساد الاعتبار كما مر معنا مخالفة القياس للنص أو الإجماع هو معارضة. يقول قياسك يعارض الآية أو الحديث أو الإجماع فيكون فاسد الاعتبار. مثاله لو قال الحنفي مثلا في مسألة البكر البالغة الرشيدة العاقلة هل تزوج نفسها بلا ولي، فيقول بالغة رشيدة فيجوز أن تتصرف في بضعها كما جاز تصرفها في مالها، هذا قياس، كما صح لها بدون ولي أن تتصرف في المال كذلك بالنكاح. فيقول المعترض كالمالكي مثلا يقول قياسك معارض، هنا يأتي بكلمة معارض، أنا أقول فاسد الاعتبار وهو في الحقيقة فاسد الاعتبار، لكن كلامنا في المعارضة. فيقول قياسك معارض بالنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثال الإجماع المعارضة بالإجماع، ما لو قال حنفي مثلا في مسألة الزوجة إذا توفيت هل يغسلها زوجها، فإذا قال المستدل المانع للجواز لو قال لا يحل له وطؤها فلا يحل له تغسيلها، قياساً على الأجنبية، يعني قياساً على المرأة الأجنبية، فإنه لا يحل لذلك الرجل أن يطأها فكذلك لا يحل له تغسيلها بعد موتها. فيقول المعترض الحنبلي مثلاً أو الشافعي أو المالكي يقول ماذا؟ هذا القياس معارض بالإجماع، فقد توفيت فاطمة رضي الله عنها فغسلها زوجها علي رضي الله عنه، ولم ينكر عليهم أحد، لم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. قال وإما بإبداء مانع للحكم، الاعتراض على الفرع بماذا؟ بأن يبدي المعترض مانعاً للحكم الذي ذكره المستدل أو لسببه، أي سبب الحكم، وحينئذ إذا منع السبب ينتج منع الحكم، لأن الحكم مع سببه يدور وجوداً وعدماً. لكن ماذا قال المصنف؟ قال فإن منع، هذا فاء التفصيل، فإن منع الحكم أي فإن منع المعترض الحكم، الفاعل محذوف، فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، وإلى مثل علته في القوة. إذا اختار المعترض أن يمنع الحكم لا أن يمنع سببه، فحينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى قياس جديد يكون فيه حكم
وفرع وعلة جامعة وإلى فرع وأصل وعلة وحكم، يعني مستجمع الأركان، قياس جديد مستجمع الأركان. وتكون العلة كالعلة التي ذكرها المستدل، لأن هذه معارضة، فلا بد أن يكون المعارض الدليل المعارض لا بد أن يكون في قوة المعارض. مثاله لو قال المستدل المالكي مثلا أو الشافعي أو الحنبلي، لو قال لا يجب الضمان بقتل البهيمة الصائلة، يعني إنسان زيد مثلا صال عليه، يعني عدا عليه فرس لعمر، فأراد دفعه بيده وبضربه ما استطاع أن يدفعه إلا بقتله، قتله جائز بالإجماع، لكن بعد هذا في مسألة خلافية، هل يضمنه لصاحبه أو يكون هدرا؟ هذا محل النزاع. فإذا قال المستدل المانع للضمان لا يجب الضمان بقتل البهيمة الصائلة لأنه إتلاف بدفع جائز، قياساً على ما لو صال عليه آدمي، هذا قياس المستدل. فيقول المعترض بل يجب عليه الضمان. لاحظون الآن هو الآن يعترض على الفرع مباشرة، على حكم الفرع يعني، قال بل يجب الضمان عليه، لأن إباحة الإتلاف عند الاضطرار لا ينافي الضمان، قياساً على ما لو اضطر إلى أكل طعام إنسان آخر فإنه يحل له أكله ويجب عليه ضمانه. واضح؟ قال وإن منع السبب، إذا اختار المعترض أن يمنع السبب، وإن منع المعترض السبب، هذا التقدير، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد، إذا منع، إذا اختار المعترض أن يمنع السبب المقتضي للحكم الذي ذكره المستدل، قال فإن بقي، يعني ففيه تفصيل، فإن بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل، فإن بقي احتمال الحكمة أي بقاء الحكمة معه، أي مع هذا الاعتراض، مع هذا المنع للسبب، ولو على بعد أي ولو كان الاحتمال بعيدا، احتمال بقاء الحكمة حتى لو كان بعيدا، لم يضر المستدل، يعني حينئذ لا يكون قادحا ولا يضر المستدل ورود ذلك الاعتراض عليه بمنع السبب، لأن احتمال الحكمة لا زال قائما ولو كان بعيدا. فيقال لما أورد عليه اعتراضا بمنع السبب ومع ذلك قلنا لا يضره هذا الاعتراض؟ قال لإلفنا، لام التعليل، لأن ألفنا أي وجدنا بالاستقراء من الشرع اكتفاءه، يعني في ثبوت الحكم بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة، الفاصلة التي بعد المظنة ليس في محلها، احذفوها، يعني بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة وبعدها تأتي الفاصلة، لأنه بعد ذلك يأتي بفاء النتيجة، أو عفوا بفاء الاستئناف، بفاء الاستئناف، فيحتاج المعترض. قال لإلفنا من الشرع أنه يكتفي في ثبوت الأحكام بالمظنة، فهل كل أحكام الشريعة التي يذكرها الفقهاء ثبتت بالأدلة القطعية؟ لا، بعضها ثبت بقطعي وبعضها ثبت بظني، ولا يضر، لأن الظن احتمال راجح والعمل بالراجح واجب عقلا وشرعا.
قال فيحتاج المعترض. طبعا نحتاج إلى مثال يعني على بقاء الحكمة. يعني لو قال مالكي أو شافعي أو حنبلي في مسألة النبيذ هل يحرم شربه أو لا، لو قال النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخمر، فيقول المعترض الحنفي مثلا النبيذ غير مقطوع بتحريمه، أو يقول النبيذ غير مجمع على تحريمه، فيحل شربه قياسا على الخل، فماذا يقول المستدل المالكي مثلا؟ يقول الحكمة في الإسكار التي هي العلة التي ذكرها في قياسه، الحكمة هي ماذا؟ يقول الحكمة باقية، لأن احتمال السكر بشرب ذلك القدر من النبيذ وارد، والشرع يكتفي بهذا حفظاً لعقول الناس، فإنه من الضروريات الخمس، فاحتمال الحكمة باقي وهو حفظ العقل. فيقول احتمال البقاء الحكمة وهو تغير العقل بشرب النبيذ باقي، وهذا يكفي في التحريم، يكفي، لأن الشرع ليس الحكم فيه دائما يثبت بقطعي، بل يكفي بظني، والظن حاصل هنا، وحينئذ يحتاج المعترض إلى ما يقوي اعتراضه بأن يذكر شاهدا يشهد على صحة ما ذكره من الوصف، وهو قوله غير مقطوع بتحريمه، أو قوله غير مجمع على تحريمه، فكأنه يقول ائت بما يشهد لهذا الوصف، فإن صح وصفك عملت به، وإلا فيكفي المظنة، تكفي المظنة، والمظنة حاصلة. ولهذا قال هنا فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد له، يعني فبناء عليه وهو بقاء الحكمة موجودة حتى ولو كانت على بعد، يحتاج حينئذ أن يذكر شاهدا يشهد على صحة ما ذكره من الوصف، يعني يقوي قياسه. قال وإن لم يبقى، هذا الاحتمال الثاني، لأنه قال فإن بقي احتمال الحكمة أو لم يبقى، وإن لم يبقى أي احتمال الحكمة لم يحتج، أصلها يحتاج لكن دخل عليها الجازم فحذفت الألف لضعفها، لم يحتج والفاعل محذوف أي المعترض، لم يحتج المعترض إلى أصل، حينئذ لا يحتاج إلى أصل يشهد لأصله. لما؟ قال إذ ثبوت الحكم به أي بالسبب تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها، وحينئذ تنتفي الحكمة، إذا انتفى الأصل انتفى الفرع، لأنه انتفاء المقصود لا فائدة معه في بقاء الوسيلة التي تؤدي إليه. مثاله في مسألة الدين، يعني مثال ما تنتفي معه الحكمة، وحينئذ يكفي الاعتراض، اعتراض المعترض ولا يحتاج إلى أن يقوي أصله بعد الاعتراض. مثاله في مسألة الدين، هل يسقط الزكاة، وجوب الزكاة؟ يعني عنده مال بلغ النصاب لكنه عليه دين ينقص النصاب، ففيه نزاع مشهور وقع بين الفقهاء. فلو قال الشافعي مثلا هذا المدين مالك للنصاب فتجب عليه الزكاة قياسا على من لا دين عليه، يقول هو مالك للنصاب،
وتجب عليه الزكاة لما قياساً على من لا دين عليه فإنه مالك للنصاب. فيقول المعترض الحنفي أو الحنبلي مثلاً، يقول هو مدين تحل له الزكاة فلا تجب عليه الزكاة قياساً على الفقير. واضح الاعتراض؟ مدين تحل له الزكاة فلا تجب عليه الزكاة قياساً على الفقير. فالمنع هنا وقع في ماذا؟ في السبب، لأن النصاب ليس هو الحكم، إنما هو سبب الحكم الذي هو وجوب الزكاة. وحينئذ الحكمة انتفت في مسألتنا. كيف انتفت؟ هذا الشخص المدين الذي عنده دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب كله، هذا هو بنفسه صار فقيراً تحل له الزكاة. والحكمة من إيجاب الزكاة هي مواساة الفقراء، وهذا المدين هو صار مثل الفقراء الذي يحل لهم أخذ الزكاة، فكيف تجب عليه؟ الحكمة انتفت بالكلية هنا، وحينئذ يكفي هذا الاعتراض. قال العاشر عدم التأثير. نعم تفضل. نعم، الحكمة هي الغاية والمقصود من الحكم الشرعي، التي هي علة العلة، بأن يقال لما وجبت الزكاة على زيد فتقول لأنه ملك نصابا، هذا العلة. فيقال ولما مالك النصاب تجب عليه الزكاة، فيقال دفعا لحاجة الفقراء والمساكين مواساة لهم. نعم تفضل. قال رحمه الله: العاشر من الأسئلة الواردة عليه عدم التأثير. قال بعض أصحابنا: ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح. وقاله ابن عقيل: وهو أي عدم التأثير بيانه ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم، وهو إما بطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها على الوقت، أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالمبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رؤي. وذكر بعضهم عدم التأثير أربعة أقسام: في الوصف وفي الأصل وفي الحكم وفي الفرع. وقسم عدم التأثير في وقسم عدم التأثير في الحكم إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا موضع تعداد ذلك. أحسنت. يقول العاشر من الأسئلة الواردة عليه، العاشر من الاعتراضات الواردة عليه أي على القياس، عدم التأثير. وعدم التأثير سوف يعرفه المؤلف رحمه الله، ويمكن أن يقال في تعريفه هو أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الوصف غير مؤثر، لأن الحكم يثبت بدونه. يمكن هذا، ويمكن أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله. قال عدم التأثير، قال بعض أصحابنا، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح. ثم قال: وقاله ابن عقيل، يعني قبله قاله ابن عقيل وغيره والله أعلم، قالوا أنه لا يؤثر في قياس الدلالة، يعني أن هذا القادح وهو عدم التأثير ينحصر تأثيره في قياس العلة فقط. فيقول قائل: ولم يؤثر في قياس العلة ولا يؤثر في قياس الدلالة؟ والمقصود بقياس الدلالة ما هو أعم من هذا المصطلح، يعني ما عدا قياس العلة، وهو ما يسمى بقياس الدلالة أو قياس الشبه، لأن قياس الشبه هو في الحقيقة قياس دلالة، هو راجع إلى قياس الدلالة. فنقول الفرق بينهما أن الجامع
في قياس الدلالة والشبه غير مؤثر هو بنفسه، إنما هو استدلال بحكم على حكم أو بلازم العلة أو حكمها على حكم. فالمذكور من الوصف الجامع هو ليس مؤثراً بنفسه، ومن هنا ضعفت دلالته، فقياس الدلالة وقياس الشبه من أضعف الأقيسة، بخلاف قياس العلة، فإن قياس العلة الوصف الجامع يجب أن يكون مؤثراً في الحكم مستقلاً به، وهذا الوصف الجامع هو في نفسه حكم شرعي، ولهذا تذكر العلة قسماً من أقسام الحكم الشرعي الوضعي. فالوصف إذن مؤثر في قياس العلة، ومن ثم فإذا أبدى المستدل أن هذا الوصف الذي ذكره، إذا أبدى المعترض أن هذا الوصف الذي ذكره المستدل غير مؤثر، يعني ذكر أنه عديم التأثير في الحكم، ومن ثم يبطل القياس. قال: وهو أي عدم التأثير بيانه أي تعريفه ذكر ما يستغني عنه الدليل. ذكر أي أن يذكر المستدل شيئاً يستغني عنه دليله الذي هو القياس الذي ذكره في الاستدلال. قال: في ثبوت الحكم، وهو يعني قوله وهو هو تفسير لقوله ما يستغني عنه الدليل، بأن يقال كيف يستغني عنه الدليل؟ قال: إما بطرديته، يعني إما أن يبين المعترض أن الوصف المذكور في دليل المستدل وصف طردي لا يؤثر في الحكم، غير مؤثر في الحكم، يعني لا يؤثر بنفسه في الحكم. ثم قال بعد ذلك: أو لثبوت الحكم بدون شرطه، يعني إما هذا وإما هذا، لكنه فصل بينهما بالمثال، وهو إما بطرديته وإما بثبوت الحكم بدونه. ثم مثل المصنف رحمه الله للأول، وهو أن يبين المعترض أن وصف المستدل اشتمل على شيء طردي وجوده كعدمه. قال: نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. انتهى كلام المستدل، يعني إلى هنا ينتهي كلام المستدل. ومعنى المسألة هي صلاة الفجر، هل يجوز تقديم الأذان عليها أو لا؟ فقوله صلاة أي صلاة الفجر، لا تقصر شروع في العلة، لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها. إذا الحكم الذي يدعيه المستدل الحنفي هو أن صلاة الفجر لا يجوز تقديم أذانها عليها مثل باقي الصلوات، وغيرهم هم الجمهور يجوزون هذا، إن بلالا يؤذن بليل. فيقول المستدل الحنفي: صلاة الفجر صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها، قياسا على المغرب، فإن المغرب صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها، هذا معنى القياس. قال: إذ باقي الصلوات، يعني هذا كالاعتراض، يعني من هنا يبدأ اعتراض المعترض، يعني فيقول المعترض: باقي الصلوات تقصر، يعني كأنه يقول هكذا: قولك لا تقصر وصف عديم التأثير، لأن بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء تقصر ولا يقدم أذانها على وقتها، هذا معنى الاعتراض. فيصير قوله لا تقصر
الذي هو جزء العلة يصير وصفاً غير مؤثر، يصير وصفاً عديم التأثير. قال: أو لثبوت الحكم بدون شرطه، هذا الثاني. كالمبيع بدون الرؤية لا يصح بيعه كالطير في الهواء. إلى هنا ينتهي كلام المستدل في مسألة بيع الغائب، هل يجوز أن يباع الشيء الغائب عن مجلس العقد؟ وقع فيه نزاع بين الفقهاء مشهور، والشافعية يمنعونه مطلقاً. فإذا قال الشافعي مثلاً: مبيع غير مرئي، يعني مبيع لم يره العاقد، لم يره المشتري، مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه قياساً على الطير في الهواء، فماذا يقول المعترض؟ عليكم السلام. فيقول المعترض كالحنفي مثلاً، يقول: قولك غير مرئي عديم التأثير، لأن الحكم يثبت بدونه، فإن الطير في الهواء لا يجوز بيعه ولو كان يرى. طير يطير في السماء يقول أبيعك هذا بعشرة دراهم، ما يجوز حتى لو يراه. فالحكم هنا الثاني هذا غير الأول، لأن قوله غير مرئي المعترض لا يقول هذا وصف طردي، ولهذا حتى المخالف للشافعية يمنعون بعض صور بيع الغائب لأنه لا يرى لعلل أخرى. فهو ما يقول وصف طردي، لكنه يقول ماذا؟ الحكم يثبت بدون هذا الشرط. كيف يثبت بدون شرطه؟ يعني قوله مبيع غير مرئي يفهم منه أن الرؤية شرط حتى يصح البيع. فيقول له ماذا؟ حتى لو رؤي الطير، يعني حتى لو رؤي ما يصح بيعه، وحينئذ ثبت الحكم بدون الشرط الذي تشترطه، ومن ثم يبطل القياس. قال: فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رآه المشتري، وإن رؤيا يعني وإن رآه المشتري. قال: وذكر بعضهم عدم التأثير أربعة أقسام، ثم فصلها فقال: في الوصف وفي الأصل وفي الحكم وفي الفرع. وقسم عدم التأثير في الحكم إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا موضع تعداد ذلك. يقول يعني بعضهم استطرد وتوسع في القادح عدم التأثير فجعله أربعة أقسام، وبعضهم جعل بعض هذه الأقسام أقساماً. والخلاصة أن عدم التأثير ما ذكرناه من أن يبدي المعترض في كلام المستدل شيئاً غير مؤثر في الحكم، سواء لم يؤثر في الفصل، في الأصل أو في الفرع أو في الوصف. ففي الوصف كما سبق معنا في قوله: صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها، فإن هذا عدم التأثير في الوصف. وفي الحكم هو المثال الثاني كالطير في الهواء، فإن عدم التأثير هو في الحكم، ولهذا قال: لا يصح حتى لو رأيت الطير في السماء. وفي الفرع يعني قد يكون عدم التأثير في الفرع كما لو قال المستدل في المرأة التي البالغة الرشيدة، يقول: زوجت نفسها فلا يصح كما لو تزوجت بغير الكفء. فيقال له: قولك زوجت نفسها هكذا بإطلاق، هذا الوصف لا يؤثر في الفرع، لأن النزاع في غير الكفء يعني يحصل في ما لو زوجت نفسها أو زوجها غيرها، لا يصح أصلا. وكذلك عدم التأثير في الأصل، لو قال المستدل مثلا: الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر إلى إذن الإمام قياسا على صلاة الظهر،
فيقول قولك مفروض عديم التأثير في الأصل المقيس عليه، لأنه يكفي في كون الظهر صلاة أنها لا تفتقر إلى إذن الإمام، فلا حاجة إلى قوله مفروض. نعم، الحادي عشر يجي. فقط نظرة في المثال في صحة الأمثلة المذكورة للفقهاء، وبعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها أربعة، والحقيقة أن يحصل بينها تداخل، وبعض ما يذكر في عدم التأثير في الأصل يصلح في الفرع والعكس، ويصلح لهما، يعني يصلح عدم تأثير في الأصل والفرع معا، فالأمثلة متداخلة. نعم. قال رحمه الله: الحادي عشر من الأسئلة الواردة عليه تركيب القياس من مذهبين. ذكره الشيخ في الروضة وغيره من الأسئلة، نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنتي 15، إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها، ففي صحة التمسك به أي بهذا خلاف. اختار جماعة عدم التمسك لأنه فرار عن فقه المسألة، واختار جماعة للتمسك إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه. وقد ذكر الطوفي وغيره أنه أولى. نعم. إذن الحادي عشر من الأسئلة الواردة أي الاعتراضات الواردة على القياس تركيب القياس من مذهبين، وبعضهم يختصر يقول التركيب، يأتي بأل التركيب، والعهدية يعني التركيب المذكور في كتب الأصول، وهو ما ذكره المصنف تركيب القياس من مذهبين، مذهب المستدل ومذهب المعترض، هذا معنى المذهبين، يعني مذهب المستدل والمعترض في المناظرة. وحاصل التركيب يرجع إلى المعارضة في العلة كما سوف يأتي في المثال إن شاء الله تعالى. قال: ذكره الشيخ المقصود موفق الدين بن قدامة رحمه الله في الروضة وغيره من الأسئلة، يعني وذكر غيره من الأسئلة من الاعتراضات. قال: نحو قوله في البالغة، هو التعريف التركيب أن يبدي المعترض أن قياس خصمه مؤلف من مذهبين مختلفين، أن يبدي المعترض أن قياس الخصم يعني قياس المستدل مؤلف من مذهبين مختلفين. المقصود مؤلف من مذهبين في العلة لا في الحكم، فلهذا كما ذكرنا آنفا أن حاصل الاعتراض بالتركيب يرجع إلى المعارضة في العلة، لكن الإشكال أنه تجتمع العلتان في المقيس عليه، ومن هنا يأتي الاعتراض، كأنه يقول ركبت مذهبك يعني بنيت قياسك على مذهبين متناقضين في شيء واحد وهو العلة أو في المقيس عليه، علة المقيس عليه. قال: نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنتي 15 أو كابنتي 15. يعني المثال هو في مسألة البالغة الرشيدة العاقلة، هل يصح أن تزوج نفسها من غير ولي؟ وقع فيها النزاع المعروف. فإذا قال المستدل المالكي أو الحنبلي أو الشافعي مثلا على عدم صحة نكاح البكر البالغة بلا ولي، يقول البكر البالغة هي أنثى فلا تزوج نفسها بلا ولي قياسا على ابنتي 15، قياسا على ابنة 15 سنة. فماذا يقول المعترض؟ يقول العلة في بنت 15 سنة أنها لا تزوج نفسها بلا ولي هو الصغر، فإن سلمت امتنع قياسك
لاختلاف العلة بين الأصل والفرع، فإن العصل العلة في الأصل تصير الصغر، والعلة في الأصل تكون الأنوثة. وإن لم تسلم منعت أن العلة هي الأنوثة وأقول إن العلة هي الصغر. يعني الجمهور يرون أن ابنة 15 سنة، الأنثى ابنة 15 سنة لا تزوج نفسها لأجل أنها أنثى، فتحتاج إلى رجل يكون ولياً لها في العقد. والحنفية يرون أن، لأنهم يرون أن ابن 15 سنة ما تزوج نفسها إلا بولي، لكن يقولون العلة هي الصغر ليس الأنوثة، لأن بلوغ الجارية عندهم يكون إذا بلغت 18 سنة أو 19 سنة على خلاف عندهم، وحينئذ في العلة في ابنة 15 هي الصغر. فحينئذ وجه التركيب ما هو؟ يعني بناء على المثال المذكور يكون القياس قد انتظم من تركيب حكم الأصل المقيس عليه بين الخصمين. لماذا؟ لأن العلة يعني بني الحكم على علتين، الأنوثة والصغر. فاجتمع مذهبان في العلة، مذهب من يقول العلة هي الصغر وهم الحنفية، ومذهب من يقول العلة هي الأنوثة وهم الجمهور. وحينئذ لا يصح، لا بد أن العلة تكون واحدة. وتلاحظون أن الاعتراض هنا توجه إلى ماذا؟ إلى العلة. فقال العلة في المقيس عليه ليس ما ذكرت وهي كونها أنثى، وإنما كونها صغيرة. فإن صح هذا البناء بنيته على أن تكون العلة هي الأنوثة والصغر اجتمعان، وحينئذ ما يصح لك أن تجمع مذهبين مختلفين في شيء واحد. ومن هنا صح أن كل واحد منهما يمنع مذهب خصمه في العلة، دل على أنهما مختلفان. قال: إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثيتها. ثم قال: ففي صحة التمسك به خلاف. يعني هل قادح التركيب قادح صحيح يبطل قياس المستدل فيكون حجة عليه، أو ليس بصحيح فلا يبطل حجة المستدل؟ هذا معنى قوله ففي صحة التمسك به، أي الاحتجاج به على الخصم. قال: خلاف. اختار جماعة عدم التمسك، اختار جماعة من العلماء أنه ليس بحجة على المستدل، أنه باطل. لما؟ قال: لأنه فرار عن فقه المسألة. معنى فقه المسألة يعني محل النزاع، كأنه يقول الواجب على المستدل والمعتذر والمعترض في المناظرة أن يكون كلامهما في فقه المسألة، أي ما يتعلق بالمسألة التي هي محل النزاع، أخذا وردا، استدلالا واعتراضا. فإن خرج أو خرج أحدهما عن هذا الغرض بطلت المناظرة. والتركيب كذلك، لأنه في المثال الذي سبق معنا انتقل الكلام من مسألة البكر البالغة الكبيرة هل تزوج نفسها إلى مسألة ما هو سن البلوغ، 15 أو لا، وهل تزوج ابن 15 نفسها أو لا، وما العلة فيه، فهو خروج عن الغرض، والانتقال ممنوع كما يقول أهل المناظرة. قال: واختار جماعة، هذا القول الثاني، واختار جماعة التمسك، يعني ذهب فريق ثان من الأصوليين إلى جواز التمسك بقادح التركيب فيكون حجة على المستدل. ولما جاز؟ قال: إذ أصله، أي مرده، النزاع في الأصل. يقصد
أن الكلام فيه في علة الأصل، يعني رجع الكلام إلى الأصل المقيس عليه بمنع علته، وحينئذ قال فيثبته، يعني ما دام أنه رجع النزاع إلى علة الأصل المقيس عليه فحينئذ يثبته، أي المستدل يثبت حكم الأصل ويبطل مأخذ الخصم، يثبت الحكم الذي يدعيه في الأصل المقيس عليه ويبطل مأخذ الخصم أي علته، المراد بالمأخذ هنا العلة. وقد ثبت مدعاه، هذا كالنتيجة، يعني حينئذ ما دام النزاع يرجع إلى منع علة الأصل فيستطيع المستدل أن يثبت الحكم فيه المقيس عليه وأن يلغي العلة التي أبداها المعترض، وينتج من هذا أنه ثبت مدعاه، النتيجة أنه ثبتت مدعاه، لأن العلة في ابنة 15 إذا كانت هي الأنوثة فإن محل النزاع وهو البكر البالغة هي أنثى، يصدق في هذا الوصف، فحينئذ يكون قد صدق الوصف في الأصل وفي الفرع، ثبتت العلة فيهما، ومن ثم يثبت حكم الأصل في الفرع، هذا نتيجة القياس، فيثبت مدعاه ويصح حينئذ جوابه. وقد ذكر الطوفي وغيره أنه أولى، وقد ذكر نجم الدين الطوفي رحمه الله وغيره من الأصوليين أنه الضمير يرجع إلى أقرب مذكور الأصل فيه، فيرجع إلى القول الأخير، يعني أن هذا القول أولى من القول الأول، يعني أرجح منه، أي أرجح منه. نعم، الثاني عشر الأخير. قال رحمه الله: الثاني عشر من الأسئلة القول بالموجب، وهو أي بيانه تسليم الدليل مع منع المدلول، وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته، فهو في النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي: سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه فأنا أنازع فيه. وأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول: نعم، زكاة القيمة. وفي هذا كفاية لعدم كبير الطائل تحت ذلك، قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم، وقد ذكروا 25 وجها، والله أعلم. أحسنت. قال: الثاني عشر من الأسئلة أي من الاعتراضات الواردة على القياس القول بالموجب، هذا لقب هذا القادح، لقبه القول بالموجب، مركب من كلمتين، والقول معناها التسليم، الأخذ بالشيء، ومنه قولهم: فقال الشافعية كذا وقال المالكية كذا، يعني قالوا بالشيء يعني أقروا به وسلموا واعترفوا به وتمسكوا به وذهبوا إليه. القول بالموجب بفتح الجيم أي المقتضى، وأل في الموجب هي عوض عن المضاف إليه على طريقتهم المعتادة في الحذف، فتكون العهدية، يعني القول بموجب الدليل، أي دليل؟ دليل المستدل، لأن هذا قادح يرد من قبل المعترض على دليل المستدل، إذن يعني تسليم مقتضى دليل المستدل الخصم. قال: وهو أي تعريفه وبيانه تسليم الدليل مع منع المدلول.
ولو أنه قال تسليم الدليل مع بقاء النزاع لكان أحسن، تسليم الدليل مع بقاء النزاع، فهو من الاقتراح القوادح اللطيفة، يسلم المعترض بدليل المستدل ويستبقي النزاع معه. قال وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته، يعني وينقطع المستدل بصحته، هذا تأويل الكلام. وهذه الجملة لبيان عذره في جعل القول بالموجب آخر الأسئلة، يعني لما كان القول بالموجب آخر القوادح، فقال لأنه ينقطع المعترض بفساده، يعني لو أن الاعتراض بالقول بالموجب تبين أنه باطل، اعتراض غير صحيح، فحينئذ ينقطع المعترض لأنه يستلزم تسليم دليل الخصم، وإذا سلم الدليل انتهت المناظرة. قال والمستدل بصحته، يعني وينقطع المستدل لو سلم للمعترض القول بالموجب، لما؟ لأنه إقرار منه بأن الدليل بأن دليله الذي أقامه وارد في غير محل النزاع، وحينئذ يكون قوله بلا حجة بلا دليل، فيلزمه موافقة خصمه على مدعاه. ولهذا كان آخر الأسئلة. ثم قال وهو في النفي بواو الاستئناف، انظر في هامش 9 ايش مكتوب، وهو، هذا أحسن لأن استعمال الواو في الاستئناف أكثر من استعمال الفاء في الاستئناف، ويبدو أن الواو في الاستئناف حقيقية، يعني من المعاني الحقيقية للواو، وأما الاستئناف في الفاء فهو معنى وإن كان صحيحا على خلاف بين العلماء، إلا أنه معنى مجازي والله أعلم، فالأحسن أن يقال وهو، لأن الكلام بعد التعريف، بعد أن عرف القول بالموجب وبين لما كان آخر الأسئلة، شرع في شيء جديد وهو بيان أقسامه، فقال وهو في النفي، ثم قال بعد ذلك الإثبات، يعني مورد القول بالموجب ما يرد عليه القول بالموجب إما أن يكون نفياً وإما أن يكون إما أن يرد على النفي وإما أن يرد على الإثبات. قال وهو في النفي كقوله في القتل بالمثقل، التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه فأنا أنازع فيه. هذا المثال في مسألة القتل بالمثقل، هل يثبت القصاص في القتل بالمثقل؟ مسألة فيها نزاع، فإذا قال مالكي أو شافعي أو حنبلي في أن القتل بالمثقل يوجب القصاص كما يوجبه القتل بالمحدد، لو قال التفاوت في الآلة، المراد بالآلة يقصد يعني كونها محددة أو مثقلة، يعني كما أنك أيها المعترض أيها الخصم تثبت القصاص في القتل بالمحدد فكذلك المثقل لأنه لعدم التفاوت. قال التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، وهذا هو الشاهد، كلمة لا يمنع هذا نفي، ولهذا جعل هذا المثال تحت القسم الأول النفي. التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص قياساً على التفاوت في القتل، يعني كأنه يقول ماذا التفاوت في القتل، يعني قال لو أن شخصاً أتى بآلة محددة، الجاني أتى بآلة محددة كالسيف مثلاً، فإنه يجب القصاص بقتله للمجني عليه مطلقاً، سواء قتله بطعنه في بطنه أو في ظهره أو قطع أطرافه حتى نزف ومات أو قطع رأسه، هذا معنى الاختلاف في القتل، هذا معنى قوله.
التفاوت في القتل. فيقول التفاوت في الآلة مثل التفاوت في القتل، وكما أن التفاوت في القتل لا يمنع القصاص، فكذلك التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص. فيقول الحنفي سلمت، أو يقول أقول بموجب دليلك، أو أي عبارة، أو يقول لا أمنع، سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص. يعني أنت تقول لا يمنع، لا يمنع، فيقول أسلم لا يمنع، لكن القصاص حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت بانتفاء الموانع، وإنما تثبت بوجود المقتضي أي السبب الموجب للحكم. فهذا معنى قوله لكن لا يلزم من عدم المانع، عدم مانع للقصاص، ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه، بل يثبت القصاص من وجود مقتضيه السبب الذي يوجب الحكم. قال فأنا أنازع فيه، يعني وإنما نزاعي معك فيه، هذا معنى قوله فأنا أنازع فيه. يعني بعد هذا قال والذي أنازع فيه هو هذا، أن القتل بالمثقل سبب يوجب القصاص، أنا أنازعك فيه ولم تثبته، كأنه يقول الدليل خارج محل النزاع. ثم قال وأما الإثبات نحو وإما الإثبات بالكسر، يبدو أنها بكسر الهمزة، وإما الإثبات يعني إما النفي وإما الإثبات، فهو القسم الثاني. وإما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. مسألة الخيل إذا كانت سائمة ليست عروض تجارة إنما سائمة، هل تجب فيها الزكاة؟ فيها نزاع، فالحنفية يجيبون الزكاة خلافاً للجمهور. فإذا قال المستدل الحنفي الخيل حيوان يسابق عليه، يعني تصح المسابقة بالركوب عليه فتجب فيه الزكاة، هذا إثبات، لاحظوا الآن قال فتجب، هذا إثبات، فتجب فيه الزكاة قياساً على الإبل، فإن الإبل يصح المسابقة عليها فتجب فيها الزكاة. فيقول أي فيقول المعترض نعم زكاة القيمة، نعم يعني أسلم، يعني ما قلته صحيح، ما قلته صحيح، فتجب الزكاة في قيمة الخيل المعروضة للتجارة. شو كيف صرف دليل خصمه عن محل النزاع، لأن الخيل إذا كانت عروض تجارة هذا محل إجماع تجب فيها الزكاة، لكن الخيل السائمة هي محل النزاع، فالنزاع في عين الخيل لا في قيمة الخيل، فهذا معنى قوله نعم زكاة القيمة. ثم قال وفي هذا كفاية لعدم كبير الطائل، قوله في هذا كفاية يقصد بالاقتصار على 12، وذكر كم قادح؟ 12، وكان قائلاً يقول ولم لم تذكر البقية، فقال وفي هذا كفاية لعدم كبير الطائل تحت ذلك. الحقيقة أن هذا التعليل يرد على ما ذكره أيضاً، لأن كبير الطائل يرد فيما ذكره وفيما تركه، ولهذا ترك من القوادح المشهورة قادح الفرق، وهو من أشهر القوادح حين يقال قياس مع الفارق. قاله جماعة من أصحابنا وغيره، نعم قاله بمفلح شمس الدين مفلح، وقاله علاء الدين المرداوي وغيرهما. قال وقد ذكروا 25 وجها، يعني هذا بيان للكفاية التي ذكرناها، يقصد أنه أن ابن مفلح وتابعه المرداوي، وتابع المرداوي ابن النجار، وابن مفلح أصلا تابع ابن الحاجب في عد القياس القوادح القياس 25 قادحا.
والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، ونقرأ الآن في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. إيه نعم، نعم. تفضل تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وأما من بخل واستغنى بالدنيا عن الآخرة، بخل بماله فلم ينفقه في الوجوه الواجبة على الفقراء أو على من تجب عليه نفقتهم، وشح وبخل واستغنى بالدنيا عن الآخرة، لأن شحه يدل على أنه لا يريد الدار الآخرة بل يريد الدنيا، وكذب بالحسنى بالجزاء والثواب الذي أعده الله للمحسنين المطيعين، قال سبحانه: فسنيسره للعسرى. فسنيسره يعني في الدنيا، للعسرى يعني للصفات المؤدية إلى الشدة عليه، وهذه عقوبة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن المعاصي تجر المعاصي الأخرى وتبعده عن الله أكثر. ولهذا قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وجزاء السيئة السيئة بعدها. قال: وقال الله تعالى، نعم، قبل ذلك قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. لن يغني عنه ماله إذا هلك ومات، المال الذي جمعه أخذه ورثته وما استفاد شيئا إذا تردى، إذا مات. وقيل: يا لا يغني عنه ماله إذا تردى في النار يوم القيامة، ماذا ينفعه ماله؟ والحقيقة أن المعنيين كلاهما صحيح. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وأما الأحاديث فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا، هذا أمر، وهو أمر بالترك، ودل على، يعني هذا شاهد لمن قال من علماء الأصول: إن الترك فعل فيصح التكليف به. فمعنى اتقوا اجتنبوا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر باتقاء الظلم نهي عن الوقوع فيه. وألف الظلم للاستغراق، يعني اجتنبوا كل ظلم، فيشمل ظلم المسلم وظلم غير المسلم، كلهم لا يجوز أن يظلمهم الإنسان، ويشمل كل أنواع الظلم، أن يظلم الأجير الذي تحت يده أو الموظف الذي تحت يده، أو يظلم جاره، أو يأخذ من أرض جاره، أو يظلم الفقراء فلا يعطيهم حقهم مما وجب في ماله، أو غير ذلك من أنواع الظلم وما أكثرها. قال: فإن الظلم، فالتعليل وإن للتعليل اجتمع أداتان من أدوات التعليل. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات اختلف العلماء فيها، فبعضهم حملها على حقيقتها، يعني أن الظلم جزاؤه يوم القيامة، من جزائه يوم القيامة أنه يكون ظلمة على صاحبه. فكما أن المؤمنين يكون لهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، الظالم يكون هناك ظلمة لا يهتدي سبيلا في الآخرة. وبعضهم قال الظلمات مجاز، لأنها كناية عن الشدائد والكرب التي تحل بالظالم يوم القيامة، ويصح المعنيان معا. قال: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الشح، البخل مع الحرص، وعلى أيضا والحرص على ما في يد غيره، مع المنع، فهو حريص
شحيح مانع لما أوجبه الله عليه في ماله من حق، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم إما في الدنيا بما ذكره في آخر الحديث أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وإما في الآخرة أنه يهلكهم أي يستوجب هلاكهم أي دخولهم النار، ويصح المعنيان معا. قال أهلك من كان، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم، هذا تفسير للهلاك على القول الأول، حملهم على أن سفكوا دماءهم يعني قتل بعضهم بعضا رغبة فيما يد غيره، وهذا يحصل كثير، واستحلوا محارمهم، حملهم الشح على أن يستحلوا ما حرمه الله عليهم، ولهذا الشح قاد أولئك الذين اعتدوا في السبت بسبب الشح، فانضم إلى معصيتهم لله شحهم وحرصهم على الدنيا، ينهاهم الله عن الاعتداء عن الصيد في السبت ثم يصيدون فيه ويحتالون بحيلة يعلمون أنها باطلة ومحرمة، وهو أن يضعوا الشباك يوم الجمعة ويأخذونها محملة بالأسماك يوم الأحد، وقالوا ما اصطدنا يوم السبت، فأهلكهم الله وجعلهم قردة وخنازير ثم أهلكهم. هذا والله أعلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.